وتوطأ. نعم الله. الثاني من النساء، هل لك عادة معلومة؟ قالت لا. هل تفرقي بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قالت نعم. كيف تفرقي؟ قالت أفرق باللون، دم الحيض دم أسود، لو جرحت الآن دم أحمر، قالت أفرق باللون، مميزة. دم الحيض له رائحة، جرحت الآن واخرج دم ليس له رائحة. الدم هنا إذا خرج منك أول ما يخرج يسيل ثم يتجمد يتخثر، دم الحيض على العكس يتخثر في الأول ثم بعد هذا يسيل. فقالت أنا أميز، فهذه مميزة. إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة فالذي ينزل منها وتميز أنه حيض فهو حيض، تميزه فهو غير الحيض فهو استحاضة. تترك الصلاة والصيام ولا توطأ، نعم، في الأيام التي تميز فيها الدم أنه دم حيض، وبعد هذا تصنع ما شاءت هنا. نعم. الثالثة ليس لها عادة معلومة ولا تميز، الدم يأتيها في كل السنة في كل الأشهر دم ينزل، هل لك عادة معلومة؟ قالت لا. هل تميز؟ قالت ما أميز، كل الألوان. فهذه متحيرة في نفسها وحيرتنا معها، فماذا تصنع؟ تنظر إلى قريباتها، كم أيام الحيض عندهم؟ 5 أيام. إذن تترك الصلاة 5 أيام في أول كل شهر هجري، مفهوم؟ والباقي تعتبر استحاضة، مفهوم؟ نعم. من عليه حدث أكبر أصغر ماذا يحرم عليه؟ لا يصلي ولا يطوف ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر لا يقرأ القرآن ولا يلبث في المسجد بغير وضوء. وتزيد الحائض، هذه 5 أشياء ونزيد عليها، لا توطأ لا تجامع ولا تصوم ولا تطلق، وهذا يأتينا إن شاء الله تعالى في الطلاق، مفهوم؟ طلاق الحائض فتح الله عليه، غير هذا. نعم. أخذنا نواقض الوضوء، الخارج من السبيلين مطلقا، كل خارج من السبيلين فهو ناقض الوضوء، وزوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو جنون. وقلنا الأصل أن النوم غير ناقض، لكن هو مظنة لخروج الريح، فإذا كان يشعر بنفسه انتقض وضوءه. لا، إذا كان يشعر لا لم ينتقض، وإن لم يشعر انتقض وضوءه حتى ولو لحظة. والردة محبطة لكل الأعمال، نسأل الله السلامة العافية. وأكل لحم الجزور ومس الفرج، مع أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول يستحب له الوضوء كما قال هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. أما الخارج الفاحش الأصل أنه غير ناقض إلا إذا كان من جنس البول والغائط. مثال، لديه جرح، هذا الجرح تخرج منه أشياء، قيح، صديد، ماء، متغير اللون، سوائل، ناقض الوضوء؟ لا، والحمد لله، مفهوم؟ اجلس، فتح الله عليك، غير هذا. شروط المسح على الخفين، ذكرنا شروط المسح على الخفين، ما شاء الله، بسم الله. الشرط الأول أن يدخلهما على طهارة، يعني طهارة غسل الرجلين بالماء، وضوء كامل وغسل الرجلين بالماء. خرج بهذا، ما لو
توضأ لصلاة الفجر لبس الجوربين، ثم جاء قبل صلاة الظهر الآن مسح، الآن هو متوضئ، خلع الجوربين، انتقض وضوءه؟ لا، لكن انتقض المسح، ما يستطيع يمسح الآن حتى يغسل الرجلين بالماء وضوء كامل. سؤال ثاني، توضأ صلاة الفجر وغسل الرجلين وضوء كامل مع غسل الرجلين، ثم لبس الجوربين، جاء إلى المسجد، خلع الجوربين بعد 10 دقائق أو بعد صلاة الفجر، لبس الجوربين، هل يمسح؟ إذا انتقض وضوءه لا يمسح، وإذا لم تقض يمسح، لأنه أدخل الآن جوربين على طهارة غسل الرجلين بالماء في وضوء كامل. تمام، هذا الأول يدخلهما على طهارة. الثاني التوقيت، أن يمسح في الوقت، كم؟ يوم وليلة المقيم 24 ساعة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر 72 ساعة. متى يبدأ الوقت؟ يبدأ الوقت عندما يمسح، يبدأ هنا التوقيت. يعني مثال الآن، هذا الأخ ذكي مقيم هنا لكن يريد أن يجعل المدة طويلة، ماذا صنع؟ توضأ وغسل الرجلين، متى؟ قبل صلاة الظهر، ولبس الجوربين، وظل على وضوئه، صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، يصح؟ صح، لا إشكال. نعم، بعد العشاء استيقظ صلاة الفجر الساعة 6 مثلا، قيام الليل، استيقظ الساعة 6، توضأ، مسح، الآن بدأ التوقيت، مفهوم؟ نعم. صلى الفجر، يصلي الآن ما شاء إلى الساعة 6 في اليوم الثاني، قبل أن تأتي الساعة 6 بدقيقتين توضأ ومسح، يصح؟ يصح، ما انتهى الوقت الآن، مسح، دخلت الساعة 6 الآن، انتهى وقت المسح، ما يستطيع يمسح، ينتقض وضوءه؟ لا، يستطيع أن يصلي الفجر والظهر والمغرب والعشاء، ثم ينام، وإن شاء الله صلاة الفجر اليوم الثالث يخلع ويتوضأ، صحيح؟ أي نعم. التوقيت هذا الثاني. الثالث أن تكون طاهرة، خرج بهذا ما لو كانت نجسة، والأصل الطهارة. أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. خامس، أن تكون ساترة لغالب العضو، خفيفة يمسح عليه لا إشكال، يرى منها شيء، يرى القدم لا إشكال، طالما أنها تستر جميع غالب القدم حتى وإن ظهر الكعب لا إشكال، فتح الله عليك. المسح على الجبيرة، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم، أصلا ما هي الجبيرة؟ الجبيرة هي ما يوضع على الكسر، سميت بهذا الاسم من باب الفأل، صحيح؟ تقول للأعمى، تسمي الأعمى ايش؟ بصير، الأعمى تسميه بصير، والأرض التي ليس فيها ماء ولا كلى مفازة، وتسمي الذي نصعد عليه سلم من السلامة وهو في الغالب ندامة، وتسمي الذي قتل حي وعقرب بماذا؟ سليم وهو سقيم، وتسمي الركب عندما يخرج للتجارة وكذا تسميهم قافلة، يعني راجع وفي الحقيقة ذاهبة، هذا كله من الفعل يا رجل، توحيد هذا. نعم، فعل، يحب النبي صلى الله عليه وسلم الفعل الحسن والاسم الحسن.
تسمى جبيرة، توضع على الكسر، يصح أن يمسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، وإذا وضعت على غير طهارة يصح المسح عليها ولا إشكال، خلافا الجوربين. لكن تنتهي مدة الجبيرة بانتهاء عندما يخبر الطبيب بنزعها، ينزعها مباشرة. مفهوم؟ كيف يمسح على الجوربين؟ يمسح على الظاهر، يصح أن يمسح باليد، بباطن اليد اليمنى على ظاهر القدم اليمنى واليسرى على اليسرى في وقت واحد، أو يمسح على اليمنى ثم يمسح على اليسرى، لا إشكال. أما الجبيرة يمسح على جميعها. مفهوم؟ طيب، هل يصح المسح على العمامة؟ نعم، إذا كانت على الصفة التي كانت زمن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن تمسح المرأة على خمارها؟ نعم، وهذا فيه تخفيف، خاصة الآن أيام البرد. مفهوم؟ نعم، حتى وإن لبست الخمار على غير وضوء يصح المسح ولا إشكال. مفهوم؟ هل يصح المسح على الطاقية؟ على هذه الشماغ لا يصح. هذا الذي يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، فتح الله عليك. نعم، ذكرنا صفة الوضوء وصفة الاغتسال وصفة التيمم. نعم، طيب، وغيره. نعم، ذكرنا موجبات الغسل، ما ذكرنا؟ اي اوقف. موجبات الغسل: خروج المني دفقا بلذة، يعني يخرج بقوة ولذة، ويحصل بعد هذا فتور للبدن. خرج بهذا، ما لو خرج المني بعد أن اغتسل مثلا، اغتسل لخروج المني دفقا بلذة، ثم هذا اغتسل فخرج منه مني، هنا يتوضأ فقط لأنه لم يخرج دفقا ولا بلذة. التقاء الختانين، الطهارة من حيض ونفاس، إسلام الكافر، وموت غير الشهيد. نعم، لأن الشهيد لا يغسل. نعم، فتح الله عليك. غير هذا؟ نعم، نعم، انه لابد الا يتجاوز قدر الحاجه. من يعرف هذا؟ الطبيب هو يحدد، لانه احيانا الطبيب يزيد شيء من باب انها يعني تتماسك، فهذا الذي يعرفه الطبيب يحدده الطبيب. نعم، فتح الله عليك. طيب، ذكرنا أشياء تتعلق بالفطرة، قلنا مهم جدا يا إخوان تعلموا الناس السواق. من يذكر لي يا إخوان؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي، ما حكم السواق؟ سنة مرضاة للرب، يستحب في كل وقت، ويتأكد عند الانتباه والتغير والوضوء والصلاة، قراءة القرآن، عند النوم، دخول المنزل، عند الموت. نعم، نعم. بماذا استاف؟ بعود لا يضر ولا تفتت وينقي الفم، وإن لم يجد بخرقة، فإن لم يجد بإصبع. طيب، أجلس، فتح الله عليك. ذكرنا حلق العان، حلق الشعر الخشن الذي يكون حول القبر، القبل، سواء كان من ذكر أو من أنثى، يحرم ترك هذا الشعر أكثر من 40 يوم. وأحيانا قلنا قد يحتاج إلى الحلق في أسبوع، وكذلك يقال هذا التوقيت في نتف الإبط
وتقليم الأظافر. حلق العانة وإن استعمل مثلا بعض الوسائل الحديثة يصح، لا إشكال، مفهوم؟ طيب، يعني وسائل الحديث هذا التي تزيل الآن. أيضا الختان، الختان بالنسبة للرجال فهو واجب، وبالنسبة للنساء مستحب إن احتاجت له، وهذا يعرف من قبل المختصين، يعني من يختص في هذا. طيب، وذكرنا لكم فيما تقدم أن الكافر أول ما يؤمر به الختان، صح خطأ؟ خطأ، لا يؤمر بشيء، يؤمر بالإسلام، فإن دخل في الإسلام نخاطبه بكذا وكذا وكذا. نعم. طيب، نبدأ بكتاب الصلاة. انتهينا ولله الحمد من كتاب الطهارة، كتاب الصلاة. الصلاة، ما هي الصلاة؟ قال الحائط للوتد: لما تشقني؟ قال: سل من يدقني. لا تسألني أنا، اسأل الشيخ زهير. ما هي الصلاة؟ تعريف الصلاة أخواننا، الصلاة لغة الدعاء، لا تهتم لهذا التعريف، نريد تعريف الصلاة شرعا. نعم. فتح الله عليك، لابد أن يقول عبادة تتضمن، لأنه لو صنع الحركات دون أن ينوي صلاة باطلة. عبادة تتضمن أقوال وأفعال، إذن عبادة أقوال وأفعال مخصوصة في مواضع مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، تكبيرة الإحرام، مختتمة بالتسليم. الله يفتح عليك. ما حكم الصلاة؟ سبحان الله إخواننا، ماذا بكم إخواننا؟ حكم الصلاة: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم يا أخي. الصلاة ركن من أركان الإسلام، واجبة على الرجال والنساء، ومن؟ وعلى الحر والعبد، صحيح، حتى على المميز تجب عليه الصلاة، ثابتة أو ثبتت، ثبت وجوب الصلوات الخمس بماذا؟ بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أي نعم. طيب، ما حكم صلاة الجماعة؟ من يعرف؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم يا أخي، أنت. أي نعم. أقل ما يقال في صلاة الجماعة أنها واجبة على الرجال البالغين، إن لم نقل أن الجماعة على الرجال البالغين شرط في صحة الصلاة كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا معناه أنه لو صلى البالغ العاقل الذكر في بيته بغير عذر فصلاته باطلة. هذا على ما يرى شيخ الإسلام ابن تيمية، هو أعلم مني ومنك، صح؟ اجلس، تريد ترد كلام شيخ الإسلام؟ الله أداك الله. نعم، هذا حكم صلاة الجماعة. شروط الصلاة، أركان الصلاة، واجبات الصلاة، سنن الصلاة، فترات الصلاة، بإذن الله نأخذها بعد
صلاة العصر. صلى الله سبحانه وتعالى وفق الجميع لما أحب ورضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أن الأولاد الصغار من نوعية الأسر، ففيه نساء جاءوا يستفدوا وفيه نساء جاءوا من أولاد بيها. فهناك من الداح أو أن المرأة إذا ما استطاعت أن تحافظ على والدها تزور كما قال الله. ضبطوا لي النساء الفقهاء السلوكية بتقديم الزوقة، بس كلهم ما يفوت سلطان في غدي إلا صد اليومين. فبارك الله فيكم السلسلة بعد الآن العصر.